سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا جدا. فيديو النهارده هيكون لسيده كده رقيقه جدا جدا، هتشوفوا كل حاجه عندها برقه وبجمال وبنظافه زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نكمل الفيديو، بالله عليكم عايزه لايكات كتيره للفيديو وكمان كومنتاتكم. على فكره انا بشوف كل كومنت والله العظيم وبرد عليه، بس الايام دي كنت مشغوله جدا جدا عشان كانت بنوتي تعبانه الايام اللي فاتت دي، فممكن اكون ما ردتش الايام اللي فاتت على الكومنتات بتاعتكم، ولكن كانت بنوتي والله تعبانه. بشكركم من كل قلبي على كل حد بيدعمني، بيحط لايك وبيكتب لي كومنت محفز منكم. بشكرك يا غاليه ولكي بالمثل. ربنا يا رب يعني يكرمك ويرزقك يا رب، اللهم امين، اضعاف اضعاف اللي انت بتعمليه معايا يا رب ان شاء الله. كمان قبل ما نكمل الفيديو، ما تنسوش لو انت اول مره بتشوف القناه عندي من خلال الفيديو ده، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مني. وزي ما انتم شايفين كده، اول حاجه هي كانت بترتب المطبخ بتاعها. شايفين الكندي اللي هي عاملاه؟ عجبني جدا جدا. كندي عادي ولكن ضفت له الديكور اللي هو الجولد، بجد شكله حلو جدا، ادى طبعا بهجه كده للكندي. هي هنا كانت عملت اكتر من مره، يعني لو تلاحظوا هي غسلته اهي، وكانت بتوريكم ان هو بيتغسل معاها عادي بكل بساطه يعني. وكمان الذهبي اللي هو اللي هي عاملاه فيه بتغسله عادي. هنا كانت بتحط فيه شوكولاته، والتانيه كانت بتحط فيه اللي هو الشوكوبن اللي هو الصغير ده، ده بيكون حلو جدا لرمضان. طبعا زي ما انتم شايفين ده تنظيماتها وترتيباتها رمضان. شوفوا بقى الجمال والشكل، حلو جدا جدا ويفتح النفس كده. الديكورات ذات نفسها كمان تحس ان هي رايقه كده وهاديه ورقيقه كده، كلها كده شغل بسيط وكلها شغل هادي. طبعا كمان الزهور الحلوه اللي كلنا بنحبها، وفي نفس الوقت كمان بتدي اطلال كده جميل وشكله حلو جدا، ضفتها وكمان هتضيفها في كل بيتها. هنا كانت بتوريكم شكل تالت للكندي برضو، او مش عارفه ده كان الشكل التاني برضو، من نفس في نفس المكان، ولكن بتضيف عليه لمسات حلوه كده وافكار حلوه كلنا نقدر نستفاد منها وناخد منها افكار حلوه كده زي ما انتم شايفين. بصوا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، انت تقدري تبدعي بكل حاجه والله العظيم في بيتك، وتقدري تعملي شغل حلو في بيتك، بس اهم حاجه انك انت تكوني مبسوطه وتكوني مرتاحه في اللي انت فيه. مش شرط مثلا عشان ده او ده عامل كده فانا ممكن اعملها عندي، ممكن تطلع عندك وما تطلعش عند غيرك كشكل، يعني ممكن تطلع كشكل عند حد تاني وما تطلعش عندك، فاهمين قصدي ايه؟ المهم ان انتوا في الاخر تكونوا مرتاحين راحه نفسيه، فاهمين قصدي؟ طبعا هي كل حاجه كانت بتاع هنا هي كانت بتوريها لكم هي عملت ايه. طبعا شايفين هنا المطبخ مكركب عليها ازاي، يعني علشان بس ناس كتيرة بتقول ان هم عايشين يعني في حاجات حلوة ومش عارفة ايه وكده، وبينظفوا ازاي وبيعملوا ازاي. عادي جدا عايشين زيهم زينا يا جماعة، وبيتهم بيتقلب زيهم زينا، ولكن التنظيف المستمر على طول والترتيب والتنظيم هو ده اللي بيخليكي تكون الحاجة عندك شكلها حلو، هو ده اللي بيكون بيخلي بيتك شكله حلو. طبعا زي ما انتوا شفتوا هي كانت بتنظف المطبخ كده، وحط كل الاطباق بتاعتها اللي كانت في الحوض، طبعا الحوض بتاعها رخام، فحطتها في الغسالة كده وغسلتها. وشوفوا بقى المطبخ بتاعها بعد ما روقته وبعد ما نظفته، شكله حلو جدا جدا ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب في كل حتة في بيتها يا رب ان شاء الله. طبعا ده هنا كوفي، وبرده كانت يعني مكان كده عاملاه للقهوه والشاي وكده، وحطت فيه شكل الفانوس ده، يعني ادى برضو بهجه كده وادى اطلال حلو للمطبخ. مش شرط ان هي تزين كل المطبخ بقى بزينه رمضان وكده، ولكن حاجه بسيطه جدا يعني فانوس من هنا وفانوس من هنا بجد ادى شكل حلو، وادى يعني حاجه هاديه وحاجه راقيه كده. هنا كمان ده مكان للمنظفات بتاعها او منظفات ايديها هي، يعني عشان طبعا بعد ما بتخلص وكده برضو بيكون لازم يكون لنا احنا كمان مكان في المطبخ للمنظفات، وكمان الترطيبات بتاعت ايدينا وكده عشان طبعا المية وكده، فلازم يكون عندنا حاجة زي كده. وعجبتني فكرتها دي، الفكرة اللي عجبتني اكتر كمان حاطة معاها شموع كده، يعني حاجة كده بجد تفتح النفس. الشكل العام شكله حلو. عايزة اقول لكم شايفين اللي محطوط على الحيطة دوت بيكون
استيكر وهم بيغيروه على طول وبيحطوه كده زي ما انتوا شايفين علشان يدي بهجة للمطبخ بتاعهم اللي هو في النص اللي هو شكل السيراميك، ولكن ده مش بيكون سيراميك لاني كانت هي غيرت شوية تغييرات في المطبخ بتاعها قريب يعني، وده كانت شكل الجديد بعد ما هي خلصته. هنيجي هنا بقى للمكان بتاع الخزانة او الحاجة اللي هي بتخزن فيها كل حاجاتها. زي ما انتوا شايفين جابت بوكسات ونظمت فيها كل التنظيمات بتاعتها او كل الخزين بتاعها بتاع الشهر كده، وبعد كده حطيته كده في الدرفة او في المكان اللي هي بتخزن فيه. بصوا بصراحة هي مفيش عندها حاجات مؤفورة يعني، حطها حاجات بسيطة ولكن حطها بنظام، وحتى معاها ديكورات كمان علشان الشكل حتى كمان يكون حلو كده زي ما انتوا شايفين. بيعجبني جدا يعني التنظيم والترتيب بيكون حلو قوي قوي لما تكون واحدة منظمة كده. هنا بقى ده ترابيزة او ركن، بصوا هي بتستغل كل ركن عندها في قلب الشقة بتنظيم حلو كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت يعني بيدي اطلال كده. على فكرة ده كبريت اللي هو في العلبة دي كبريت، بتبقى دايما حطاه جنب كده الشمعدان علشان خاطر لما تعوز ان هي تيجي تولع يعني تبقى يكون كل حاجة جاهزة، وبعد كده بتشيله عادي. وشوفوا بقى المكان، بصوا حلو جدا جدا جنب المطبخ، حاطة كونسول، وكمان هنا كمان غرفة نومها هتشوفوها دلوقتي وهتوريكوا برضو تنظيمها وترتيبها لغرفة النوم والحمام عندها بيكون عامل ازاي. هنيجي هنا بقى لغرفة النوم عندها، كانت جايبة سجادة جديدة وسجادة برضو سيمبل وهادية، زي ما قلتلكوا ان هي سيدة هادية جدا وراقية جدا يعني كل حاجة عندها. بصوا كده عجبني جدا بقى كمان فكرة اللي في السجادة اللزق ده، علشان السجادة الطروف بتاعتها ما تتناش معاكي وفي نفس الوقت تبقى شكلها وحش وممكن قدر الله اي حد يقع بسببها، فدي فكرة حلوة جدا جدا عجبتني بصراحة. ده كان شكلها كده، وشكل الغرفة بتاعتها هادية برضو مفيش فيها شغل كتير ولا فيها أفورة. ده هنا الكمود، وهي هتوريكم دلوقتي شالت الحاجة اللي على الكمود دي وهتحط حاجة تانية وهتوريكم برضو شكلها عامل ازاي. عجبني برضو الديكور اللي هي حطته على الكمود دوت. كمان هي حاطه هنا مكتب، والمكتب دوت بصوا هي صغيره على فكره في السن، ممكن اللي يشوف الاوضه يقولوا ايه ده، دي غرفه اطفال وكده، لا دي مش غرفه اطفال دي غرفتها هي، ولكن هي صغيره في السن فهي بتحب الحاجات الصغيره او الحاجات السيمبل. زي ما قلت لكم ان هي راقيه جدا ورقيقه جدا هاديه يعني. ده هنا الديكور اللي كانت شالته، حطت كده بقى ازازة البيرفون وكمان الكتب، وكمان عجبني قوي جدا الطابلو اللي على شكل فرش ده، حلو قوي قوي بجد عجبني. شوفوا بقى يعني ده بيدي انوثة شوية، او الحاجات اللي هي حطاها بيدي جمال كده وانوثة كده شوية. هنا ده التويلت بتاع غرفة النوم بتاعتها، كانت بتوريكو الجلانس او الملمع اللي هي بتلمع بيه الازاز، وانتوا شفتوا شكله. ممكن توقفوا بس الفيديو وتقرأوا اسمه ايه بالظبط علشان لو حب عايز يجيبه يعني وهو يكون راح منه، فاهمين قصدي ايه. كانت هنا بقى بتملي ازازة الشاور او ازازة الصابون بتاعتها علشان ايه تحطها كده على الحوض. هنا برضو شكل الحوض حلو جدا، الرخام اللي هي عاملاها فيه لونها جري كده في الابيض، شكلها حلو جدا وفي نفس الوقت مدي اطلالة حلوة برضو للتويلت يعني. ده الديكورات بقى، هتحطي ديكورات بسيطة وهتوريكو برضو دلوقتي هتغير الديكورات دي بس بحاجات بسيطة يعني، وهتحطها دلوقتي وطبعا بتجمع ما بين الشموع الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. تقدر انت كمان تعملي شموع زي دي من مثلا ديكور عندك بسيط، تقدري تسيحي الشمع وتحطيه في الديكور هيديكي شكل حلو جدا وفي نفس الوقت هيبقى ليه اطلال كده. طبعا هنا ده البانيو الكابينة، كانت بتشغل الدش بقى يعني بعد ما خلصت خالص لازم بقى تاخد شاور حلو كده، فبتظبط يعني الحمام وكده. ده كان شكل الحمام بتاعها، وده كان شكل الديكورات بتاعتها بتاعت الحمام بتاع غرفة
النوم عندها. بس كده انا حبيت يعني ان انا ابطئ لكم شويه في الفيديو، ما خلوش يبقى سريع قوي علشان خاطر لو عايزه تاخدي منه فكره، عايزه تاخدي منه اي حاجه، تاخدي منه اي فكره ولو فكره بسيطه حتى هتنفعك وهتستفادي منها بحاجات بسيطه. يعني عايزه اقول لكم ان ده التويلت قبل التجديد، لان هي كانت جددت فيه وده كان شكله قبل التجديد. وبعد ما جددته انا وريته لكم الشكل عامل ازاي. بس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيده الجميله بتاعت النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.